شو هو تصلب الشرايين؟ كلمة شائعة عم نسمعها دايما ولكن ما بنعرف شو المعنى اللي إلها. بكل بساطة تصلب الشرايين هو انسداد بشرايين الجسم، سواء انسداد بشرايين القلب أو انسداد بشرايين الأطراف أو انسداد بشرايين الأمعاء أو بشرايين الرأس. فهالشريان بيصير فيه انسداد فيه من وراء الكالسيوم، يعني من وراء التكلس اللي بيصير بالشريان، ومن وراء الكوليسترول اللي بيصير بجدار الشريان بيتضيق هالشريان. ببعض المرات بيصير فيه انسداد كامل، هذا اللي بنسميه نحن تصلب الشرايين. شو طريقة علاج تصلب الشرايين؟ تصلب الشرايين من الأمراض اللي لازم تتعالج بواسطة الأشعة الجراحية إذا فينا، مش بواسطة الجراحة التقليدية. هيدي من الأمراض اللي أشعة جراحية بتاخد المركز الأول والجراحة التقليدية بتاخد المركز الثاني إذا ما قدرنا نعمل الأشعة الجراحية.